تفضل الشيخ اكملنا الحديث. لما تكون فسيفساء كما تقول يلحقوا ناس انتهازيا، يلحقوا ناس عندهم مصالح شخصيه، عندهم ناس ما نقول ما نعموش، كاين الناس اللي فيهم حب مسعد، فيهم غيور على مسعد. بهذه النتيجه الناس اللي يلحقوا مع عندهم مصالح يبلوكو، معناها يعيق سير المجالس، يعيق سير التنميه المحليه، كما الخمس ويحدث الانسداد. انسداد كما صار في الخمس سنوات هذه اللي راها، خمس سنوات سموها خمس سنوات العجاف، مع ان كانت الدوله ما دخلتش الاموال، دخلت اموال البلديه باقيه. المسؤول اللي يسير هذه الاموال في عقليته واش كان هذا في رايك؟ هل انا دائما نسمع ان الدوله لم تبخل يوما على المجالس البلديه، ما بخلتش الدوله، لم تبخل يوما ابدا، واموال طائله تصرفها الدوله على البلديات والواقع مر. كيفاش يتغير، كيفاش يستطيع رئيس بلديه يغير الواقع من الأسوأ الى الاحسن وله كذا وكذين عضو؟ هو رئيس البلديه وحده ما يقدرش، لا المجلس نتاعه اذا ما ضافتش الجهود نتاع الناس المخلصين. طيب كما قلت لك يلحق البلديه قال اذهب وانت وربك قاتل ان هنا قاعدون، ويتوخى الناس قال لحقناك وانت بين كبير. اللي سيطروا شكون؟ اللي راه دوكا مثلا ناخذوا على مستوى مثلا اللي راه مسيطر واللي راه يسير واللي راه كذا، مش رئيس البلديه ولا 33 هذول اللي راهم 32 اللي راهم يسيروا الناس. كما يجوك هاد الناس اللي راهم قال انتهازيين ولا مقاولين جشعين ولا قال هذا اللي راهم دوكا يسيروا دير منا وخدم منا وخدم. مسعد ثاني في سنوات كي تقول مشاريع مثلا دوله ضخت مبالغ طائله بجباها تبوت في تنفق في البنيه التحتيه بجبات من تحت الارض. كاين خمس احياء انا وفيتها في العهده اللي فاتت، خمس احياء مياه الصرف الصحي تفوت في قناه ما لحقتش 300 ميلي، القطره نتاعها 300 ميلي، 30 كما نقولوا 30 سنتيم، 30 سنتيم. وخمس احياء منهم حي الطاهري عبد الرحمن كما راه طريق تقرت ورناخا، خرجنا ما كما راه نقولوا الشارع الطويل اللي يخرج كما بحث بن سالم يخرج يسموها قناه كبيره، ذاك الوقت كلفت تقريبا مليار. تنفست هذا حي من الاحياء، حي من الاحياء الكبار يكون فيه خمس احياء كبار، معناها كي تزيد الحق لها المياه الصالحه للشرب، كما قلنا قنوات الصرف الصحي، التهيئه عمرانيه بحد ذاتها يعني تروطوار الارصفه وال نعم. يبقى دائما نتكلم عن المشاريع، كي نقولوا المشاريع احنا دائما مشاريع مسعد ملي شفينا لها، والمشاريع دائما تحت الارض، وقت تقعد المشاريع فوق الارض هنا في مسعد وقت هي دوكا اي مدينه جديده تخدم قبل تحت ومن بعد تبدا تهبط. مسعد العكس، خدمت من فوق ومن بعدها تهبط. هذا معناها القديم التخطيط القديم، تبنات من فوق، كانت في السبعينات كانت لاسينيسمون مسعد ما كان، القودرو ما كانش، الارصفه ما كانش، الى العموميه ما كانش، تقريبا منعدم. حتى تريسيتي في حد ذاتها بعض الاحيان صافيتها قليله. مسعد كبرت ولات مدينه كبيره بمواصفات تاع قريه بدون تخطيط، مش مخطط لها.
معناها التنمية في حد ذاتها ولا هي العمرانية في حد ذاتها تجي صعيبة.